The coronavirus. Coronavirus. The coronavirus. 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 The coronavirus is a pandemic. السلام عليكم. أسعد الله أوقات الجميع بكل خير. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج جمرة. تعودنا في جمرة نقدم معلومة استقصائية، ولكن اليوم حبينا نفضفض معلومات خفيفة لا أكثر. ما راح أتكلم عن فيروس كورونا لأن المختصين أسهبوا في الحديث عنه، وأيضا ليس من الحكمة الحديث عن الاتهامات وتعزيز نظرية المؤامرة التي يتطرق لها بعض السياسيين ووسائل الإعلام في الوقت الحالي. صحيح عمل الصحافة الاستقصائية يعتمد جزء منه على هذا النوع من المعلومات والبحث بعمق فيها. طبعا تحدنا الصين تتهم أمريكا، رجعت أمريكا تتهم الصين، وإيران تقول أنها حرب بيولوجية أمريكية تستهدف الجينات الإيرانية، وبعض الساسة في الهند يقولون أنها عمل إرهابي. نرجع لشركات الأدوية في الغرب، طبعا تتهم الصين لأن الصين تطمح في اعتراف من منظمة الصحة العالمية بالطب الصيني الشعبي أو ما يعرف بالطب التبتي، لأنها كما ذكرت أن 91% من الحالات التي شفيت في الصين كان الفضل يعود للأدوية الصينية الشعبية، وهذا راح يزيد من اقتصاده. لكن كما ذكرت ليس من الحكمة الحديث عن المؤامرة في الوقت الحالي أبدا. Hello everyone, I'm now at a TCM hospital in East China's Anhui province. And this time, TCM has played an important role in the treatment of coronavirus infected people. And it's even recognized by experts from WHO when they visited hospitals in Wuhan. According to statistics in February, TCM medicine and therapies have participated in the treatment of over 60,000 coronavirus patients, more than 85% of the total number. And TCM has also been included in China's national diagnosis and treatment plan for the disease. هذه أيام استثنائية في التاريخ الإنساني، لم يسبق للبشرية أن توقفت عن العمل حتى في الحروب العالمية، لذلك لن نتجاوز سويا هذه المحنة إلا بالوعي الكافي والالتزام بالحظر الذي فرضته أغلب دول العالم. لدينا أمثلة تشرح كيف استطاعت بعض الدول تقليل الإصابات وكيف تهاون الدول أخرى حتى تضاعف عدد الإصابات والوفيات فيها. مثلا قبل 100 عام ضرب فيروس قوي الكرة الأرضية وتفشى إلى درجة أنه أصاب ثلث البشر في ذلك الزمن، ليترك بصمة سوداء عرفت باسم الإنفلونزا الأسبانية. بدأت في مكان محدود تماما كما هو الحال في فيروس كورونا الذي كانت شرارة تفشيه في سوق المأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية. ففي عام 1918 أصبحت الإنفلونزا الأسبانية وباء يحصد الأرواح حول العالم، ما بين 50 إلى 100 مليون شخص توفوا جراء الإصابة بالمرض، أي ما يعادل ضعف المتوفين في الحرب العالمية الأولى، وحوالي 500 مليون شخص أصيبوا به، والغالبية العظمى من ضحايا ذلك الوباء كانوا من البالغين واليافعين الأصحاء، بعكس ما يحصل عادة من أن يستهدف الوباء كبار السن والأطفال والأشخاص المرضى. على الرغم من تسمية الوباء بالإنفلونزا الأسبانية إلا أنه لم يصدر من أسبانيا، ولكن كانت أسبانيا محايدة في الحرب العالمية الأولى وإعلامها تفرغ لتغطية انتشار الوباء، لذلك سميت بذلك الاسم. نعم أتفهم روح الفكاهة المنتشر الآن في ظل هذه الأوضاع، لكن ما ينتشر من مقاطع تقلل من أهمية الحظر والتباعد الاجتماعي ليست والله في صالح مجتمعنا. يجب أن نتسلح جميعا بالوعي وإدراك حساسية الوضع الحالي، كذلك الأمر بالنسبة للأشخاص المسكونين بنظرية المؤامرة. كثيرا منهم يظنون أن الأمر أبسط مما هو عليه. علينا وضع نظريات كهذه جانبا ونركز كيف نحمي أنفسنا ونحمي من حولنا. وجود مؤامرة من عدمها لن يساعد في التخلص من هذا الوباء. بإذن الله أزمة تعدي وترجع الحياة لطبيعتها، ونرجع لكم بمعلومات جمرة اللي كما عودناكم تزداد اشتعالا. بتكاتفنا جميعا والتزامنا بإذن الله نوصل الحالات لصفر. في أمان الله.